عمل لا أعلم أحد من الناس قام بهذا العمل إلا أعطاه الله ما يريد. قبل أيام كنت في زيارة لأحد الإخوة في مسجده، وأنا خارج من المسجد أتاني أحد الإخوة من مصر، قال عندي مشكلة مع صاحب لي. ما المشكلة؟ قال وعدني أن يعطيني شقته التي بجوار المسجد، وبعد ذلك نقض العهد، وأنا الآن أريدك أن تحكم بيننا. أصلحت ما بينهم، ثم قال أنا الآن وعدت صاحب العمارة أني سوف أخرج من العمارة التي أنا فيها، أين أذهب؟ وأريد عمارة شقة بجوار المسجد. قلت هناك عمل سهل إن شاء الله تفعله وربي سوف يفتح لك الباب. ما هو العمل؟ قلت الآن تصلي ركعتين نافلة لله سبحانه وتعالى، استعن بالصلاة، وفي سجودك ادعو الله بلهجتك بعبارتك زي ما تكلمت معي الآن وشرحت لي موضوعك، اشرحه لله سبحانه وتعالى، قله لله. أخذ رقمي يريد أن يتواصل معي في بعض الأمور، بعد ساعتين أو ساعة ونصف يرسل لي رسالة، قال جزاك الله خير يا شيخ، والله لقد صليت ركعتين وبعد ذلك الله يسر لي شقة والله أفضل من التي كنت أبحث عنها، أفضل من التي وجدتها بكثير بكثير بكثير، وبجوار مسجد وفيها كل ما أريد. لا إله إلا الله. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا جمعت الصبر والصلاة تأتيك معية الله. وتكلمت في مقطع سابق عن صلاة لا يعلم بها كثير من الناس، وأتيت بشواهد من الكتاب ومن السنة حول هذه الصلاة. إذا حزبك أمر، إذا أتهمك شيء، الشيخ بن باز كذلك تكلم في حديث حذيفة الذي حسنه الألباني، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أمر بالصلاة. قال المقصود بالصلاة هنا النافلة، تصلي نافلة لله سبحانه وتعالى. لذلك والله ما أعلم أحد، وأنا أحد هؤلاء الناس الذين صليت هذه الصلاة مرات ومرات في أمور كثيرة، لا أعلم أحد صلى هذه الصلاة إلا أعطاها الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم كثير يسمعني الآن وصلى هذه الصلاة النافلة لله ودعا الله إلا يعطيها الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يعطيك أصلا وخزائنه ملأ، وهو كريم وهو رحيم، وهو الذي أمرنا سبحانه وتعالى أن نتجه إليه وأن ندعوه وأن نصلي إليه. أنت عندما تصلي أن تتصل بالقوي، تتصل بالرزاق، تتصل بالشافي سبحانه وتعالى، تتصل بمالك الملك جل في علاه. لذلك إذا أهمك شيء، إذا أتتك نوائب الدهر، المفاجآت في هذه الدنيا، مباشرة أفرز سجادتك قبل أي أمر، أفرز سجادتك وفي سجودك أخرج كل ما في قلبك لله سبحانه وتعالى، وسوف ترى عجب العجاب.